قال مجلس شباب الثورة إن تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار تمت بصورة مخالفة لما نصت عليه ضمانات مؤتمر الحوار، والتي اشترطت ألا يكون اختيار الممثلين معينين في مناصب وزارية أو من أعضاء مجلس النواب والشورى. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم لإعلان موقفه من مؤتمر أصدقاء اليمن المنعقد في لندن. إلى التفاصيل. زواج السلطة بالثورة زواج باطل، يقول أمين عام مجلس شباب الثورة السلمية في مؤتمر صحفي عقده المجلس ظهر اليوم، وفيه نالت الحكومة من النقد والتخطئة ما لم تناله من قبل، وذلك من قبل شباب الثورة. إن معركتنا اليوم هي معركة ضد الفساد، وسنصنف الناس على هذا الأساس، من هو مع الفساد ومن هو ضد الفساد، ولن يكون مقبولا لأحد أن يرفع راية الثورة وفي نفس الوقت يرفع راية الفساد. إن هذا الزواج بالنسبة لنا هو زواج باطل، ولن نقبل به ولن نسامح فيه. عنوان المؤتمر الصحفي هو موقف مجلس شباب الثورة من مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد في العاصمة لندن، لكن لم يكن هذا ما أثير في المؤتمر، بل عن الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني. إن مجلس شباب الثورة السلمية يعجب كيف تم تشكيل هيئة مناطبها الرقابة على تنفيذ الحكومة المخرجات الحوار، في حين لم تضع الحكومة برنامج تنفيذي لتلك المخرجات، ولم يتم الإعلان عنه للشعب حتى يتسنى مراقبة التنفيذ شعبيا، فضلا عن أن تشكيلها تم بصورة مخالفة لقرارات مؤتمر الحوار. أثنوا على مخرجات أصدقاء اليمن وأكدوا إسنادهم للقوات المسلحة في الحرب على الإرهاب، لكنهم أي قيادة مجلس شباب الثورة عبروا عن بالغ قلقهم مما وصفوه بانقسام السلطة التنفيذية وما تشهده الرئاسة والحكومة من صراع، وأي صراع في الرئاسة أو هكذا تساءل الكثير. كما تابع مجلس شباب الثورة السلمية بقلق بالغ انقسام السلطة التنفيذية وما تشهده الرئاسة والحكومة من صراع معلن وخفي، وما تشهده أطراف العملية السياسية المشاركة في الحكومة من صراع وانقسام سلبها القدرة على التنفيذ. ودعا مجلس شباب الثورة الشباب المشاركين في السلطة إلى مغادرة مواقعهم والعودة إلى الساحات للضغط والرقابة على السلطة للوفاء بتعهداتها. إن مجلس شباب الثورة السلمية يدعو كافة الشباب اليمني إلى الاصطفاف واليقظة ليشكلوا دورا ضامنا لا غنى عنه لإنجاز الدولة الوطنية المدنية الحديثة. مجلس شباب الثورة اتخذ قرارا أن يكون المعارضة السياسية في بلد كل ما فيه شركاء في الحكم حتى شباب الثورة أنفسهم. محمد النقيب، حصاد السعيدة.